طبعا معروف النادي الاهلي اكبر نادي في افريقيا والشرق الاوسط، ونادي الاهلي دايما من اكبر الانديه اللي بتقف ورا قرارات الدوله ومع الدوله. الحمد لله النهارده اكدنا على القرار دوت، ان احنا اهم حاجه عندنا سلامه اللاعبين والاجهزه الفنيه واسره الكره الرياضه عامه في النادي الاهلي، فأكدنا على الموضوع دوت واتناقشنا كمان، كان موجود الإدارة الطبية واديتنا برضو بعض المعلومات عن المرض وإزاي نتفادى الوقوع في المرض وإزاي يبقى في خطوات للعيبة إرشادية للعيبة والأجهزة الفنية أنها تتعامل الفترة الجاية في ظل هذه الظروف. والحمد لله يعني استفدنا جدا من القعدة، والأجهزة الفنية أكدت كلها أن هي ورا الدولة في جميع القرارات اللي بتاخدها ومع النادي الأهلي طبعا في أي قرار ياخده. النادي الأهلي ياما أخد بطولات وياما هياخد بعد كده بطولات، مش بطولة حتى أتقلل من النادي الأهلي، لأ إحنا بنأكد أن الإنسان وأن اللاعبين والأجهزة الفنية أهم حاجة في المنظومة. النادي الأهلي بيحافظ على أبنائه، رسالة كانت متوجهة النهاردة أن النادي الأهلي بيحافظ على أبنائه الأبطال في جميع الألعاب. طبعا احنا الحمد لله ككره طايره متصدرين الدوري وعندنا نهايات الكاس، بس احنا بنأكد برضو ان عمليه البطولات ديت ممكن نعوضها بعد كده في المستقبل، انما الحفاظ على اللعيبه والاجهزه الفنيه واسره الرياضه في النادي الاهلي دي اهم حاجه، والوقوف مع الدوله في الازمه ديت، وان شاء الله باذن الله نعدي منها على خير باذن الله.